كنوزينا كنوزينا. هيا سيدي اهلا وسهلا بيكم. فدوى جاتكم للكوجينه وكالعاده باش نعطيكم لي غوسيت ونقول لكم ما تحيروش، كل يوم تلقاو معنا اداره جديده. شنو رايكم اليوم اخترنا نعملوا كسكسي بالحوت على الطريقه الصفاقسيه ومعاه خبزه محشيه. باش نبداو بالكسكسي، ناخذ المقادير، ناخذ كيلو كسكسي، كيلو حوت من الحجم الكبير، راس بصل، 6 جرانات فلفل اخضر حارين، كيس زيت زيتونه، 4 سنين ثوم، مغرفة كمون، ملح، فلفل أكحل، ومغرفة طماطم معجونة وفلفل أحمر. طريقة التحضير احنا الكلنا نعرف كيفاش نطيبوا الكسكسي، لكن ما فيها باس نعاود نذكركم. نبثثوا الكسكسي نتاعنا بشوية ماء وزيت وملح ونحطوه في الكسكاس، وناخذوا الحوت نقشروه وننظفوه ونرش عليه شوية ملح ونحطوه في زيت في معون ماذا بينا يكون واسع ونظيف، ومعاه البصل والفلفل الأخضر ونحطوه على نار. من بعد نزيدوا الفلفل الأحمر والثوم والكمون والطماطم ونمرقوا عليهم بيترا ماء. وإذا كان شفنا اللي الكسكسي نتاعنا صاي تفور بالكدايه التفويره الاولى والتفويره الثانيه، نهبطوه ونحطوه في معون واسع ونمرقوه بالمرقه، نسقيوه يعني، وفي الاثناء نرشوا شويه كمون على الحوت ونحطوه على الكانون. هذه الطريقه اللي يعتمدوها في صفاقس، ومن بعد نزينوا به الكسكسي نتاعنا وتاكلوا صحه وبشفاء. نتعداو الخبزه المحشيه. اول حاجه العجينه، ومن بعد نتعداو المكونات نتاع الحشو. باش نسحقوا العجينه 250 غرام فرينه، ربع مغرفة صغيرة ملح، 50 غرام زبدة، نص مغرفة صغيرة خميرة الخبز، فنجان حليب، وللتزيين ناخذ كعب عظم باش نركضها ونزينوا بها، وللحشو باش نستحقوا 3 مرسوات جبن، ناخذ شوية بصل، 2 مغارف زيت، 100 غرام لحم مفروم، والسبناخ ومغرفة كبيرة زبدة، ملح وفلفل أكحل، و50 غرام جبن يكون ربي. طريقة التحضير، أول حاجة باش نحضروا العجينة، نخلطوا الفرينة مع الزبدة مع الخميرة مع الملح ونصبوا عليها الحليب ونعجنوها بالكدا. بعد ما عجناها وعركناها ودخلناهم في بعضهم، نخليو العجينة متاعنا تخمر لمدة 20 دقيقة، ومن بعد نسطحوها وإلا نفطروها بيدينا. نحطوها في المعون متاع الفور ونحطو فوقها كعبات الفغماج. من جهة أخرى ناخذو البصل نحمروه مع اللحم المفروم في شوية زيت ورشوا عليه الملح والفلكح. إذا لاحظنا اللي اللحم المفروم متاعنا طاب نخرجوه وناخذوا سبناخ نحطوه في الزيت، وإلا ماذا بينا في الزبدة خير من الزيت، نقليوه شوية وقت اللي نشوفوا اللي هو نشح وجف رشوا عليه شوية ملح وشوية فلفل أكحل. من بعد المكونات متاعنا كل حاضرة، العجينة متاعنا حاضرة، نجيو العجينة بعد ما حطينا عليها جبن نحطوا فوقها طبقة بصل، ومن بعد طبقة لحم مفروم، ومن بعد طبقة سبناخ، وفي الأخر نحطوا الجبن المفروم. نلفوا العجينة متاعنا على الحشو بالكدا وندهنوها بكعبة العظم المخفوقة باش تعطينا هاك اللون الذهبي، وندخلوها للفور. هذه الخبزة نتاعنا المحشية على درجة 180 لمدة 25 دقيقة. كي نشوفوا اللون نتاعها ولا مذهب وتنفخت ونضجت، وقتها نخرجوا الخبزة نتاعنا من الفور ونقدموها ونقصوها ترونشيت. وهيك عبارة على باتي وحاجة مالحة وبنينة. وإن شاء الله تكون عجبتكم أدبارة اليوم. قدمت لكم فدوى، نقول لكم كالعادة إن شاء الله سفرة دايمة، تاكلوا صحة وبشفاء. كنوزينا كنوزينا.